يمكن تكون معجب ببنت من البنات لأقصى حد، ولكنك متردد بالقيام بالخطوة الأولى لتعلن لها عن حبك أو لتتقرب منها وتصير شخص مهم بحياتها، ممكن تأسس لشراكة عاطفية وزوجية مستقبلا معها. الأمر بيتطلب منك أكثر من قدر كبير من الثقة والشجاعة، لكن لا تقلق، بهالفيديو رح نقدم لك 8 نصائح فعالة لتتقرب من الفتاة اللي بتعجبك بسهولة. تابع معنا، لكن قبل هيدا الشيء ما تنسى تدعمنا بضغط على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات لتتابع جديدنا فور نشره. كيف بتتقرب من فتاة بتعجبك؟ نصيحة الأولى، كون صادق. قبل أي شيء لازم تكون صادق وواضح مع نفسك أولاً ومع البنت ثانياً. صحيح أنه القيام بالخطوة الأولى للاعتراف بالمشاعر ممكن يكون أمر مربك، لكن الصدق والصراحة رح يخلوا كل الأمور أيسر وأبسط. لذا كن مباشر، خليها تحس باهتمامك ولهفتك وبالسعادة اللي بتغمرك لوجودها بحياتك، وبأنك بتحس أنه علاقتكن تعدت مرحلة الصداقة لتوصل لعتبات الحب. نصيحة تانية، انتبه للتفاصيل الصغيرة. شو منعني بالتفاصيل هون؟ بالواقع هيدي مجموعة إشارات وعلامات بتدلك بوضوح على إعجاب الفتاة فيك أيضا، مثل دلالات لغة الجسد، لغة العيون، نبرة الصوت عندها. لاحظ طريقة تفاعلها مع حديثك ومبادراتك. هل هالبنت بتعطيك اهتمامها كله من دون باقي الناس؟ بتشاركك الحديث باهتمام وبتضحك على النكت والدعابات اللي انت بتحكيها؟ هيدي علامات مبشرة. وكمان انتبه وما تستهين أبدا بدور الضحكات والدعابات بالعلاقة. النصيحة الثالثة، بادر بإعطاء رقم هاتفك. الشاب بيطلب بمعظم الأحيان رقم هاتف الفتاة اللي بيشعر باهتمام وانجذاب نحوه، لكن قيامك بالعكس عزيزي الشاب رح يكون لصالحك، أي أنه ممكن أنت تعطيها رقم هاتفك فتكون بهالطريقة قمت فعلا بالخطوة الأولى وتركت الكرة بملعبها لتقوم هي فيما بعد بالخطوة الثانية وتتواصل معك إذا كانت بتبادلك نفس المشاعر. النصيحة الرابعة، ما تتكلف، كون بسيط وعفوي. ما تتوقع الأسوأ، خليك متفائل وما تحط أسوأ الاحتمالات والسيناريوهات براسك وتتخيل ردة فعل الفتاة سلبية لما تصارحها بحبك، لأن المبالغة بالتفكير والحسابات أحيانا ممكن تعود علينا بأسوأ النتائج للأسف. كرمال هيك لازم توثق بحدسك، فإذا شعرت أنه هيدي اللحظة هي اللحظة المناسبة ما تتردد، انتهز الفرصة وعبر عن مشاعرك الصادقة بكل بساطة وثقة. النصيحة الخامسة، خليك خفيف الدم. ما في شيء مثل الدعابة والمرح بيقدر يدوب الجليد بينكن ويكسر الحواجز. البنت مثل ما بتعرف بتحب حس الدعابة عند الرجل وبتحب اللي بيشاركها المزاح والضحك. نعم ما تستغرب، فالأمر بهالبساطة، كلنا مننجذب للضحك والمرح، وبوسط هالأجواء اللطيفة مين بيعرف ممكن يحالفك الحظ لتقوم بالخطوة الأولى وتكون هالخطوة موفقة وناجحة. النصيحة السادسة، أظهر إعجابك بشخصيتها. ما في فتاة ما بيسعدها المديح والثناء على حسنها وجمالها، ولكن هالشي ما بيعكس بالضرورة اهتمام حقيقي من جانب الرجل اتجاهها. أما لما هي بتشوف الشاب عم ينتبه لأدق التفاصيل بشخصيتها وبطريقة تفكيرها بيمدحها وبيمدح تميزها وتفردها وتفانيها بالعمل وعلاقاتها الطيبة مع الكل مثلا، فهالشي بيعني لها بالفعل وبيخليها تشوف قديش أنت مهتم فيها وبتحبها حب حقيقي. النصيحة السابعة، تواصل مع أصدقائها. بتواصلك مع أصدقاء البنت اللي بتحبها وبقليل من الدردشة معهم تقدر تتعرف عليها أكتر وتتعرف على الأشياء اللي بتحبها وتكرهها، كما إنك رح تكسب قلبها أكتر باحترامك لأصدقائها وقضائك بعض الوقت معهم. هذا الشيء رح يعزز الثقة بينكن أكتر ورح يخلي لأولئك الأصدقاء دور فعال بدعم موقفك أكتر لما تبادر بالإفصاح عن مشاعرك للفتاة لأول مرة. النصيحة الثامنة، قدم لها بعض التلميحات الصغيرة أولاً. القليل من الورود والرسائل اللطيفة وبعض الهدايا البسيطة الرمزية من شأنها أنه توطد لك الطريق نحو قلب الفتاة. لا تطرق أبوابه بهدوء خطوة خطوة. لاحظ تجاوبها مع رسائلك ومبادراتك وتلميحات الحب المختبئة بين كلماتك ونظراتك، وبناء على هالشي قم بالخطوة التالية بكل ثقة.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.